الصوت بيلعب دور هام في حياة الإنسان الاجتماعية والنفسية. صوت يعني تيونينج، يعني تون اوف فويس، يعني ميوزك مود، وقول كتير. ده موضوع حلقتنا النهاردة، دور الصوت في صناعة المحتوى. أهلا بيكم في برنامج الوصل. الصوت ده هو المحيط الصوتي. إيه المحيط الصوتي ده؟ المحيط الصوتي هو مجمل ما يتردد في البيئة من أصوات، سواء كان طبيعي النشأة أو من صنع الإنسان. الصوت ده قادر يغير مودك بطريقة لا تتخيلها، وكمان أكتر، ده ممكن يأثر على اختياراتك وكمان قراراتك. طب إيه تأثيره المهم قوي يعني على البيزنس؟ أقولك، يعني اللي قبلنا قالوا الزن على الودان أمر من السحر وحاجات تانية كتير. يعني مثلا وانت بتعمل تليفون مبيعات، التون اوف فويس بتاعك بالإضافة طبعا المحتوى اللي انت بتقوله وعوامل تانية كتير، منها جودة المنتج أو الخدمة اللي انت بتبيعها، طبعا ده بيكون ليه تأثير كبير في قرار العميل انه يشتري. نتكلم بقى عن الفيديو. طيب احنا حابين نوضح أهمية التسويق بالفيديو بإني أقول لكم إن بيشاهد 78% من الأشخاص مقاطع الفيديو على الإنترنت كل أسبوع. طيب هل الفيديو بيعتمد بس على السكريبت المكتوب والأنيميشن؟ لا طبعا، الفويس أوفر أو الأداء الصوتي من أهم العوامل إنك تكمل مشاهدة الفيديو. طيب هل الفويس أوفر بس؟ لا، دي المزيكا كمان ليها دور ساحر. احنا بنهتم بالمزيكا مش بس عشان حقوق الملكيه للمزيكا، ودي مهمه جدا وهنتكلم فيها بعدين مش هتتساب، لكن عايزه اقول لك ان المزيكا دي بتوصل لك روح الفيديو التسويقي بانك مثلا تتحفز لمشاهده الفيديو او تاخد اكشن، ولو فيديو فيه حاجه مؤثره بانك تتعاطف مع القصه وهكذا. في النهايه حابين نوصل بان الصوت ده قوه ساحره لازم تكون من اهم العوامل اللي في تفكيرك وانت بتنتج فيديو تسويقي، زي البرق والرعد. لا ينفع برق من غير رعد، ولا ينفع رعد من غير برق. أتمنى أن يكون كنت خفيفة عليكم والحلقة تكون عدت بسرعة البرق. استنونا الاثنين الجاي في وصلة جديدة من برنامج الوصلة اللي بتقدمه شركة كورد ديجيتال. أشوفكم على خير وانتوا دايما متواصلين. باي.